طبعا احنا دلوقتي بنصور في الاجواء جميله جدا جميلة جدا طبعا. احنا في ساحه المانيج زي ما قلنا حضراتكم في البدايه، مش بعيد عن الكريملين، هي اسوار الكريملين زي ما انتم شايفين. ايضا اللجنه المنظمه لكاس العالم عامله شويه نماذج كده فنيه بتصور موسكو بطريقة يعني ظريفة جدا. يعني مثلا ده كابتن هاني، ده مسرح البولشوي. طبعا عاملين ماكيت ظريف جدا، ماكيت جميل جدا طبعا. ده مسرح البولشوي، وبعض الصور لنجوم الاتحاد السوفيتي الكبار، نجوم العصر الذهبي للاتحاد السوفيتي مثل الكابتن هاني. ده ياشين طبعا، حارس المرمى العظيم ليف ياشين، حتى بالروسي مكتوب دلوقتي فيليكي ليف ياشين، يعني العظيم ذا جريت ليف ياشين. طبعا لا، الاجواء جميله جدا. وحتى كمان الميدان رغم ان هو صغير لكن مستغلين كل جزء فيه وعاملين مهتمين طبعا. انا عايز افرجك على التمثال ده او نموذج للتمثال ده. ده مهم جدا نعرفه يا كابتن هاني. ليه بقى؟ ده حاجه اسمها مومايف كورجان. مومايف كورجان ده تمثال موجود في مدينه فولجاغراد اللي احنا هنلاعب فيها المنتخب السعودي يوم 25 اخر مباراه في البطوله. التمثال ده اسمه مومايف كورجان، موجود في مدينة فولجاغراد، مدينة جميلة جدا على نهر عظيم اسمه نهر الفولجا، وده يعني السيمبل أو الرمز بتاع المدينة، مدينة فولجاغراد. كمان في مدينة كاترينبورغ برضو من المدن اللي برضو هنلعب فيها. ده هم قصدنا بقى، هنلعب مع أرجواي في مدينة كاترينبورغ. ده نموذج، ده شعار البلد ولا شعار البلد، حاجه كده يعني زي المسرح البلشوي في موسكو، زي ده يكاترينبورغ.